السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. تمرين الأمن السبراني التاسع يستعرض جاهزية الدول الأعضاء لمواجهة الهجمات والحوادث السبرانية. المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار تحتفل بيوم السياحة العالمي. عمان في ذاكرة الخريطة، إصدار جديد للمكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تحت شعار تعزيز جاهزية الأمن السبراني، انطلقت فعاليات التمرين التاسع للدول العربية وللدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. التمرين الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يحاكي افتراضية الهجمات والحوادث السبرانية وطرق معالجتها. يفكون شفرات هجمات افتراضية سبرانية في فضاء السلطنة قادمة من خارج حدود الوطن، هكذا يعملون كصمام أمان. تزامن ذلك مع انطلاق تمرين الأمن السبراني التاسع للدول العربية وللدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لتدارس قياس استجابة هذه الدول للحوادث الأمنية. التمرين الإقليمي للأمن السبراني والذي يستهدف 22 دولة بمشاركتهم في هذا الحدث، وهذا الحدث يتأكد لتنظيم عملية الاستجابة لحوادث أمن المعلومات. وهذه السنة سيكون هناك 5 سيناريوهات مختلفة بتنظيم من أيادي عمانية وكوادر عمانية، حيث تم استضافتها للمرة الرابعة في سلطنة عمان. طبعا هذه التمارين هي محاكاة لآخر الاختراقات الأمنية والتحديات الإلكترونية التي تتم، ويعتبر كنوع من التقييم مدى جاهزية وكفاءة هذه الأجهزة في التعامل مع الاختراقات الأمنية. محاولات الهجمات السبرانية على فضاء السلطنة المكتشفة في عام 2020 تخطت 417,000 هجمة، وعدد الهجمات المبلغ عنها من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد وتم التعامل معها بنجاح وصلت إلى 1400، وعدد التهديدات الأمنية المرسلة عبر مجال الأمن السبراني وصلت ل107 حالات، وعدد قضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها مختبريا 128. تم تطوير هذا التمرين السيبراني لهذا العام نحو تعزيز وقياس جاهزية فرق الاستجابة للحوادث الأمنية في التعامل مع سيناريوهات تتطلب مهارات متعددة يجب أن تكون متوفرة في جميع فرق الاستجابة للحوادث الأمنية. طبعا تم تطوير 5 سيناريوهات مختلفة، هذه السيناريوهات تتراوح بين مهارات التعامل مع البرامج الضارة وكذلك تحليل الأدلة الجنائية الرقمية وأيضا التعامل مع الهجمات المتطورة. طبعا كما نعلم جميعا أثر تسارع تطور الهجمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة سلبا على أداء المنظمات، والذي انعكس بشكل خسائر مادية وكذلك معنوية. تختلف مآرب المهاجمين، من بينها الحصول على معلومات سرية في وقت تعزز فيه السلطنة أمنها السبراني، وهي في المرتبة 16 عالميا في مؤشر الأمن السبراني العالمي. لن تتوقف الحوادث الأمنية على مختلف الدول مع تطور أساليب الاختراقات عبر الفضاء السبراني في ظل وجود بعض الثغرات. وعلى المستوى المحلي كان فيروس فدية قد أوقف الأجهزة عن العمل في بعض المؤسسات مخلفا خسائر مادية. من المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. احتفلت المديرية العامة للتراث والسياحة بمحافظة ظفار في منتزه البليد الأثري بولاية صلالة بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 من سبتمبر من كل عام تحت شعار السياحة لتحقيق نمو شامل.
الحفل تضمن حلقتي عمل جاءت الأولى بعنوان بناء القدرات لتطوير سياحة المغامرات، قدمها أعضاء من فريق ظفار للمغامرات، فيما تناولت حلقة العمل الثانية نمو سياحة المغامرات وتنظيمها وتقنينها وأهم اشتراطات الصحة والسلامة للمغامرين. كما تضمن العرض استعراض تفاصيل استكشاف كهف مغليل بولاية رخيوت من قبل فريق ظفار للمغامرات الذي يعد أحد كهوف الإذابة المنتشرة في محافظة ظفار. يصاحب الفعالية معرض للأدوات ومعدات الرحلات والتخييم. شاركت البحرية السلطانية العمانية بتقديم ورقة عمل عبر الاتصال المرئي في الندوة الوطنية حول التجربة الثقافية العمانية ودورها في تعزيز العلاقات الدولية. وتضمنت ورقة العمل دور سفينتي البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الأولى والثانية في التعريف بالثقافة العمانية وأدوارهما الثقافية في نشر رسائل الصداقة والمحبة ومد جسور التواصل والسلام بين شعوب العالم من خلال مشاركتهما المحلية ورحلاتهما الإقليمية والدولية، إلى جانب الإنجازات المشرفة خلال مسيرتهما التاريخية. الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التربية والتعليم يشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من الجهات ذات العلاقة في السلطنة والمنظمات الدولية. صدر حديثا للمكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي الأكاديمي والباحث في التاريخ العماني كتاب عمان في ذاكرة الخريطة. كتاب عمان في ذاكرة الخريطة يقع في 240 صفحة ويتضمن 30 موضوعا في تاريخ عمان وحضارتها، مدعومة ب76 خريطة متنوعة عن السلطنة. وتولدت فكرة الكتاب بعد بث البرنامج التلفزيوني بوصلة الذي عرض على شاشة تلفزيون السلطنة في شهر رمضان العام الفائت، وقامت فكرته على استعراض مجموعة من الخرائط وربطها بالأحداث التاريخية والمعلومات الجغرافية والاجتماعية الخاصة بالسلطنة. للحديث أكثر حول هذا الإصدار معنا عبر الهاتف المكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي الأكاديمي والباحث في التاريخ العماني ومؤلف كتاب عمان في ذاكرة الخريطة. مكرم الدكتور محمد، نبارك لكم صدور كتاب عمان في ذاكرة الخريطة. الكتاب مدعوم بأكثر من 70 خريطة متنوعة عن السلطنة، لو تحدثنا عن الأهمية التي تضيفها الخرائط على ما نعرفه من أحداث ومواقع كان لها دور في التاريخ العماني. بارك الله فيكم أخي عوض، وفي البداية أمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وأيضا أشكركم على هذا الاهتمام. بالنسبة لسؤالك حول أهمية الخرائط، طبعا أنا كنت في البداية أريد أستعرض فكرة الكتاب، لكن ما شاء الله عليكم أنتم غطيتوا هذه النقطة. مثل ما هو معلوم على أنه دائما الخرائط تعد وسيلة مهمة يمكن من خلالها الوقوف على الأهمية الاستراتيجية للدول، وأيضا تأكيد حضورها باعتبارها كيان سياسي له دوره بين الأمم وتأثيره في الشعوب، وأيضا تحديد دورها الحضاري في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخرائط من تفاصيلها الجغرافية في مختلف الأغراض والاستخدامات، سواء الطبوغرافية، الجيولوجية، المناخية، البشرية والاقتصادية. أيضا من فوائد وأهمية الخرائط إمكانية تكوين مادة علمية حولها ترتبط بالفترة الزمنية التي تشير إليها وإلى الأحداث المصاحبة لها، وأيضا ما دونه واضع الخرائط عن الدول في مؤلفاتهم. ومن خلال هذه النقطة الخاصة بإمكانية الاستفادة من الخرائط في تكوين مادة علمية ترتبط بالفترة الزمنية التي تشير إليها، بدأت فكرة الكتاب وقبله البرنامج التلفزيوني بوصلة
الذي عرض على شاشة تلفزيون سلطنة عمان في رمضان من عام 1441 للهجرة 2020. طيب، فيما يتعلق بعمان في الحقيقة، على أنه توفر الاهتمام بعمان في الخرائط منذ القدم وصولا إلى وقتنا الحاضر، سواء هذه الخرائط كانت خاصة بعمان فقط أو من خلال الإشارة إليها في الخرائط الإقليمية والقارية، بحكم الأهمية السياسية والجغرافية والثراء التاريخي والحضاري الذي حظيت به عمان على الدوام. يعني لما نجي نشوف الكثير من الخرائط الخاصة بالمنطقة، سواء الخليج أو شبه الجزيرة العربية، وأقصد هنا الخرائط القديمة، نجد على أنه اسم عمان موجود في هذه الخرائط كحاجة مميزة عن بقية الدول، وهذا يحمل دلالة على أن عمان كانت تعد إقليم سياسي له وزنه، له ثقله، معترف به من قبل الجميع، وعليه حظيت عمان بزيارة الكثير من الرحالة والجغرافيين والمؤرخين، منهم من زارها على أرض الواقع، ومنهم أيضا من كتب عنها بناء على ما سمعه. كل هذه المعلومات التي كتبت عن عمان تحكي في تفاصيلها الكثير من جوانب الاستفادة، يعني نستفيد عن الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العادات، التقاليد، والكثير من الأمور التي يمكن أن نفهم من خلالها الأوضاع التي كانت موجودة في عمان في الفترة الزمنية التي تشير إليها الخريطة أو ما كتبه واضع الخريطة عن عمان. دكتور، ما أهمية ربط الأحداث التاريخية بالمعلومات الجغرافية والاجتماعية لتكوين الوعي والفهم للتاريخ بوصفه أحد أهم عوامل تكوين الشخصية والهوية الوطنية؟ دائما الجغرافيا مرتبطة بالتاريخ، يعني احنا الآن لما ننظر إلى الخريطة ننظر إليها نظرة جغرافية في البداية، بحكم على أن الخريطة دائما تعد من الوسائل الجغرافية المهمة التي يعتمد عليها مثل ما ذكرت في البداية، لكن بعد ذلك نأتي إلى التفاصيل الأخرى الخاصة بهذه الخريطة، متى وضعت، الفترة الزمنية التي وضعت فيها، مناسبتها، فهذا كله ينجم عنه الكثير من المعلومات التاريخية. فالفكرة بدأت بالجغرافيا لكنها أيضا تنتهي بالتاريخ، ولما تنتهي بالتاريخ أيضا مثل ما أشرت في النقطة السابقة يمكن تدوين الكثير من المعلومات بناء على هذه الاستنتاجات وهذه التحليلات. لما نجي إلى كتاب اللي هو عمان في ذاكرة الخريطة، في الحقيقة أغلب الدراسات العمانية القديمة اللي هي المعنية بعلم التاريخ لم تكن الخريطة وسيلتها المطلقة، أشارت إليها فقط أو استسلمت إلى قوالب جاهزة من الروايات الشفوية والمصادر المكتوبة وأحيانا النقوش أو الآثار، لكن هذا العمل يعني عكس هذه المعادلة، أصبح فيه الخريطة اللي هي الأساس الذي يعتمد عليه في تدوين المادة العلمية. دكتور، فكرة واحد من فكرة الكتاب جاءت كما فهمنا بعد بث البرنامج التلفزيوني بوصلة الذي عرض على شاشة تلفزيون السلطنة في شهر رمضان العام الفائت. ماذا عن موضع هذا الإصدار كتاب عمان في ذاكرة الخريطة في سياق اهتمامكم الشخصي بتوثيق التاريخ العماني؟ طبعا لما نجي نرجع إلى فكرة البرنامج اللي هو بوصلة، يعني في الحقيقة على أنه فكرة البرنامج يعني حظيت بمتابعة كبيرة وبإعجاب بهذه الفكرة كونها تطرح لأول مرة، وهذا بتضافر الجهود من قبل المسؤولين وطاقم البرنامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سابقا وزارة الإعلام حاليا. بعدين جت الفكرة اللي هو استغلال هذه المادة العلمية في كتاب، لكن مع توسع وإضافات كثيرة، لأنه أنت سيد العارفين بأن البرامج التلفزيونية محدودة في وقتها، يعني برنامج بوصلة مثلا كان في دقائق، أنت لما يجي تأسس مادة علمية لهذه العشر دقائق تقريبا ما تتجاوز الصفحتين ونص. لما جيت أنا أتوسع في الكتاب نسبة التوسع فاقت 200% من حيث زيادة المعلومات، توثيقها، البحث عن معلومات جديدة، إضافة عناصر أخرى،
كذلك بالنسبة للخرائط يعني استخدام عدد كبير منها تغييرها، وأيضا إضافة خرائط جديدة لم تعرض في برنامج بوصلة. وبالتالي هذا المؤلف يعني أنا أعتقد على أنه أكثر مؤلف عماني من حيث عدد الخرائط الموجودة فيه، وهذا أيضا يخدم المهتمين أو الباحثين في التاريخ العماني إذا إحنا نربطه بهذه النقطة. أيضا حتى التوثيق العلمي للمعلومات، لأن التوثيق العلمي للمعلومات هذه المعلومات كلها خاصة بعمان، فبالتالي أنت لما توثق المعلومات وتشوف قائمة المصادر والمراجع تتفتح في أذهانك أو أمامك مصادر كثيرة كتبت عن تاريخ عمان بمختلف انتماءاتها، كتب عربية إسلامية عمانية بالإضافة إلى الكتب الغربية. أيضا معرفة ما كتب عن عمان من قبل الرحالة والجغرافيين مثل ما ذكرت، يعني هذا الكتاب يتضمن الكثير عما كتب عن عمان في مؤلفات هؤلاء. وهنا لا أقول بأنه لا توجد مؤلفات في ذلك، لا، في الحقيقة توجد مؤلفات تناولت ما كتبه هؤلاء عن عمان، لكن دون ربطها بالخرائط مثل ما صار في كتاب عمان في ذاكرة الخرائط. أيضا يعني أدرجت في هذا الكتاب نماذج من الخرائط التاريخية والجغرافية حول عمان تنتمي إلى دول عدة، يعني خرائط نماذج من الخرائط البريطانية، الفرنسية، البرتغالية، التركية، بل حتى اليابانية. وبالتالي الاطلاع على هذه الخرائط أيضا يتولد لديك فكرة سواء حول طبيعة هذه الخريطة، هدفها، متى أنشئت، كيفية اختلاف الخرائط من نموذج إلى آخر حسب الدول التي تنتمي إليها. يبقى دائما تاريخنا العماني، وبالتأكيد هذه الخرائط هي كنز لهذا التاريخ العريق لعماننا. شكرا لك مكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، الأكاديمي والباحث في التاريخ العماني ومؤلف كتاب عمان في ذاكرة الخريطة، شكرا جزيلا لك. صدرت الطبعة الرابعة من رواية العثمانية للروائي الجزائري الطيب صياد. رواية العثمانية جاءت في طبعتها الرابعة هذا العام بعد أول طبعة صدرت عام 2017، وتتناول في طياتها مراحل من التاريخ الجزائري من خلال رصد حياة مخطوطة قديمة تم تأليفها في مدينة قرطبة وكتب لها الضياع، ويجري البحث عنها في العصر الحالي، وتأخذ الرواية قارئها إلى جمرة من الفضول لمعرفة ما قد يحصل لاحقا من خلال تشابك الأحداث ولغز المخطوطة الضائعة. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. فريق رولينج ستونز الموسيقي يبدأ أولى جولاته بعد رحيل شارلي واتس.